تطغى سلطة السلاح المنفلت للميليشيات على سلطة الدولة في العاصمة بغداد وأغلب المحافظات العراقية، ومعظمها ذات طابع عشائري، وتنتشر فيها الميليشيات بشكل خطير، ما حول هذه المحافظات إلى ساحة لتصفية الحسابات وانتشار أعمال القتل والخطف والثأر العشائري بشكل خطير للغاية. وتخزن الفصائل المسلحة التابعة لميليشيات الحشد أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بكميات كبيرة داخل مناطق سكنية بالمدن العراقية، وعلى مرأى ومسمع من القوات الأمنية والأجهزة المسؤولة التي لا تستطيع السيطرة عليها ولا تستطيع تطبيق سلطة القانون على سلطة الميليشيات. كاميرا برنامج مع الناس تجولت في شارع فلسطين والأسواق القريبة منه، وتحدثت مع الناس حول المواجهات التي خاضتها عناصر ميليشيا كتائب حزب الله مع القوات الحكومية في شارع فلسطين، حيث أكد السكان أن تلك المجاميع خارجة عن القانون وتثير الهلع والخوف بين السكان. أول شيء الأحزاب، هاي كلها الأحزاب هسه الموجودة بالعراق كلها ميليشيات وسلاح وفلوس، وجاي يتعاملون ويا العالم مو معاملة إنسان، معاملة مصلحة. يعني هسه إلى ما يعني نظل هيش، إحنا حكومة مو قوية، حكومة مو بكيفة، يعني بكيف الأحزاب هسه حتى العباد مو بكيفة، ترى العباد مو كيف يحكي، الأحزاب مسيطرة مثل حزب الدعوة، سائرون، تيار الصدري، المجلس الأعلى، الحكمة، كلهم حرامية، هي شيهت كلهم حرامية وكلهم مصالح. استمعت على استناد جماعة حزب الله ضاربين السيطرة وهم كاتلين واحد ترى من السيطرة، يعني هاي استهتار، هاي دولة شلون تقوى إذا الأحزاب كلها مسلحة وكلها ميليشيات؟ طبعا تأثير، أول شيء السوق واقف، السوق واقف، السوق واقف. أول شيء هم مال انتخابات يوم ويوم أجلي مال انتخابات، انه باول مره قالوا هاي الاجهزه الالكترونيه على استناد تحل المشاكل مال الانتخابات، انه بالعكس صارت ازمه. يعني انا استغرب شلون يشترون اجهزه ب 360 مليون دولار وانه يريدون العد والفرز يدوي، يعني ما شايف ايش حكومه، هاي مو حكومه، هاي عصابه، حتى الحكومات عصابه، ايش هالشيء؟ عصابه عصابه، حتى الحكومات، عم الحكومات تسوي عشائرين احسن. عشائرين هسه عندنا عشائر مرات، عندنا عشائر إذا تروح عندها سنينة، اللي يقتل هاقد، اللي يبوق هاقد، حتى الدولة هاي سمعتنا عشارين هم أصير، والله العظيم. يعني أحشيك صراحة، يعني أحشي على الملأ، الله الله وأهل البيت يكون يخلصونا من هاي الميليشيات، هاي الميليشيات جات عايشة على دماء الناس. فهاي الوضعية، وضعية العراق ما تعدل إلا حكومة تصير قوية. وألف رحمة لصدام حسين، ألف رحمة لوالدي صدام حسين، أشرف من هاي الحكومة، ليش أحشيها؟ أشرف من هاي الحكومة، لأن كان دولة مؤسسات، هسه دولة حرامية. لا حرام، ماكو احزاب، هسه عندنا احزاب مو نسمع باوروبا وهاي دول غربية، اكو حزبين يسيطرون على الحكومة، وحدة معارضة وحدة تنفذ الدولة. هسه احنا ما عندنا هيك، احنا نريد مصالح، مصالح تطين وطيك، السن والشيع والكردي اثنيناتهم حرامية، وانا رجال شيعي واقول شيعة والسنة اثنيناتهم حرامية والكراد هم حرامية. هي يا الاحزاب يا الاحزاب يا الاحزاب، هو السوق وقف وقف، دمروا السوق، دمر دم. طبعا الشباك بس يصير الناس ما تطلع، ابو المول يقعد، ابو الشربه يقعد، ابو المواد غذائيه يقعد، طبعا ايش طبعا اذا مشاكل ما حد يطلع، هاي السالفه. فاحنا الله الا حكومه قويه، وين يجينا واحد مضبوط؟ العبادي ساعته تعبانه، العبادي اي احنا نريد زلمه حوك، زين ما يكون هاي قلها تقعد 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 تقعد، غير شيء ما عندنا احنا، العباد ما مضبوط، العباد ما مضبوط، نريدنا واحد يكون قوي هيك. ما الله واديك. ها
والله يا حبيبي يعني الأوضاع الأمنية كلش مو زينة بصورة عامة، خطف، قتل، تسليب، يعني مجاميع مسلحة هواية. فأنا أشوف طبعا تأثر على المواطن، شكل عنده خوف ما يطلع حسب الشارع قليلين زين، يعني العالم حتى بالعيد خايفة مو كلها طلعت، سبب الانفجارات اللي صارت بالشعلة وبالمدينة، يعني كلها تأثر على المواطن، مو صحيح لو أنا غلطان. المفروض هم يشكلون استخبارات قوية بالبلد حتى الوضع الأمني يسيطر عليه. شوارع كريتها مقطعة، ازدحامات دا تصير، هذا كله يسبب مشاكل أمنية. اللي صار البارحة يعني شيء كبير، يعني اصلا حتى يعني ما يتسولف زين. اي طبعا اي اشتباكات امنيه طبعا تاثر، وانا اكو يعني كل بيتي دال بيها ما قارب 3 اسلحه اقل شيء، ما يصير هيك. والله تأثير على المواطن، المواطن لا يسمع بهي شيء يعني ما يطلع للشارع يعني يتجول او ياخذ راحته او مثلا يكون خايف من هذا الشيء. يأثر؟ نعم يأثر، يأثر لان اول شغله نعم والله يعني هي الصراحه انه من تكثر الاحزاب بلد، يعني البلد ما يكون يعني بلد موحد او ولد، يعني ثاني شيء يعني هي لازم يكون كل اثنين بيد. لا ما يجوز أسلحة عند الأشخاص، لازم حصرا بيد الدولة. نعم نعم يتحسن الوضع بعد تشكيل حكومة، يكون كليتهم يعني الوضع يتحسن وتكون إدارة موحدة وقيادة موحدة وكلية هاي الأشخاص، يعني بحيث تتكاتف ما تبقى هيك. يعني هسه بدون إحنا ماكو رئيس، يعني ماكو يعني واحد موجود رئيس دولة أن يقود البلد، يعني هسه لحد الآن ما بشكل حكومة، من تشكل حكومة يكون هذا يعني قرار دولة وقرار رئيس وزراء تكون كلها موحدة. السلام ورحمة الله، حياك الله. الأوضاع الأمنية يعني ببغداد تقريبا مو ذيك الأوضاع، يعني قلق وانفجارات وشي، وهاي الأوضاع هاي ببغداد السبب يعني قانون، ماكو شيء أكيد قانون من جاي يأثر. إيه الأحداث شي أكيد على المواطن، راح يصير اضطراب عندهم وقلق يعني عندهم وخوف وشي أكيد، يعني مواطن وما عنده بعد لا أمن ولا أمان، شي تريد من عنده يعني؟ لا لا شيء اكيد مو رجل حضاره، هو رجل الامن، هو امن واقف رجل امن، هو امن يعني جاي يتعب وجهود وشمس وحار وبريد، هو من على حياه المواطن على سلامه المواطن، فلازم يعني احنا الناس يعني تهتم به. الاحزاب اللي نخلص من عتها من الشعب العراقي يوقف يد واحده، خلص من الاحزاب تخلص من الطائفيه، لازم نوقف ايد وحده، يعني مو ظل متفرقه يعني حزب الفلان وحزب الفلان. هسه احنا بالشارع تشوف الشارع هي الناس بيناتها هي تزرع روح الطائفيه بين الاحزاب، هذا يروج لهذا الحزب وهذا يروج لهذا الحزب، يعني ما مئتلفين وصارين ايد واحده. شاكيد اختياره مو صحيح، يعني الحزب هو اختياره مو صحيح، يعني هو يمشي ويا الحزب اكون مستقل. هسه انسان مستقل ما يعني جاي يسولف لك انا هسه ما انتمي لاي حزب، لاي حزب ما انتمي، احنا الاحزاب احنا اللي وصلناها. الطغاة ترى شلون يعني صار طاغي؟ الشعب هو من يصنع الطغاة. اي حبيبي والله لما اشوف يعني الامانه سير تنضبط الحكومه بشكل صحيح، مو الحكومه يعني ظل حكومه احزاب، احنا اذا خلصنا من حكومه الاحزاب يعني صرنا بلد نظيف خالي من المشاكل، خالي من الطائفيه، خالي من هاي العشوائيات اللي جاي تصير، اشتباكات بالشارع وما اعرف ايش، يعتدي له على رجل امن، هو رجل الامن على شنو واقف؟ هو حمايته وحمايتك، انت لما تعتدي عليه يا قانون اللي يسمح لك بهذا الشيء. هل تعتقد الاسلحه بيد المواطن يعني شكل خطوره على المواطن؟
شيء اكيد. هو مواطن تعطيه سلاح بالشارع شلون؟ هو السلاح لمن يحمل السلاح، مو لكل شخص. السلاح لرجل القانون، لرجل الامن. والسلاح مو يعني المواطن اذا صار بيده سلاح صار ماكو قانون. واحنا هسه اللي بيه ماكو قانون. تجي شغله الاحزاب، شغله الاحزاب ترى احنا اللي نسويها. انا بحزب الفلاني، ذاك بحزب الفلاني، ليش؟ احنا كنا اخوه، كنا عرب، كنا مسلمين. شيل شغله الاحزاب، شنو يعني نخليها؟ يعني خلي ايدي بايد السني، خلي ايدي بايد اي ديانه كانت موجوده. احنا كنا مسلمين، اذا نخلي ايدينا ايد بعض منتهيه كل صار، وراجع بلد امان وبلد نظيف خالي من كل هاي الهذا. حياك الله، اهلا وسهلا بكم. الوضع الامني قام ما ينقاس يعني بالوقت او المسافه او الشهر او الاسبوع. احنا وقتنا صار هسه قام ينقاس خلال لحظات، ينقلب الوضع الامني من 100 درجه الى تحت الصفر. يعني ما تقدر تقيس الوضع الامني، مو بس انه انفجار صار هنا او انفجار هناك، وانما الوضع الامني هو او اساسه تطبيق القانون. انت تطبق القانون، الوضع الامني الداخلي ينضبط، ما راح تجيك اي تجاوزات من الخارج، وما راح تلقى حواضن هنا. اما يعني ما راح تلقى حواضن لسببين، اولا من ناحيه الوطنيه، وشيء ثاني من ناحيه انه الامن قوي لا يستطيع ان يعني بما يعني لخص لك ان يبني له عش لبث الفوضى. هي مو من المسؤول، وانما شنه الحلول، لان من المسؤول الشعب هذا ما اعتقد عنده ثقه 100% بالمسؤولين، 40% او اقل، اذا بس انا اتفائل اقول 40%، بس شنو الحلول اللي يضغط الشعب بها حتى تنفذها الحكومه؟ هذا اذا اصح التعبير. اولا بالنسبه لوجود الاحزاب، كل دول العالم جزئية، كل دول العالم عندها أحزاب، وحتى دول العالم الثالث عندها أحزاب، واحتمال أكثر من أحزابنا، لكن ضمن سياقات. أولا الفقرة الأولى بالحزب أن يكون حزب سلمي، الثانية أن يكون ضمن إطار دولة، مو ضمن إطار دولة أخرى أو تأثيرات دولة أخرى. ثالثا ما شبنا حزب بالعالم عده جيش. احنا تعدينا مرحله الميليشيات. الميليشيات هي عباره عن عصابه او عصابتين او ثلاثه تتجمع تصير ميليشيات. لا، احنا احزابنا عندها جيش. الحل اما ينطوي جيوش، هاي جيوش والمعنى واضح، تحت الدوله. يعني شوف، كل دولة بها خروقات. احنا داعش احتل الموصل، ووصل قاب قوسين او ادنى من التاجي، اذا عندك هاي المعلومة. والشارع العراقي مو اهتز، بس مو ذاك الاهتز اهتزاز يعني قاتل مثل ما يقول، او انهارت الدولة، لا. فما اعتقد حادثة مثل هاي تأثر، وانما تأثر اللوم، يكثر اللوم على الحكومة عدم سيطرتها على الشارع. هاي احنا بالنسبة ان دولة، اذا هسا نفكر بالراحة احنا مو وطنيين. انا هسا اذا افكر بالراحة انا مو وطني، انا ما ارتاح الا ابن وطني. فسدت العراق كافة هي الحكومة، خلت الخوف. هسه يعني هسه أنا إذا بدعش بالليل لازم أرجع للبيت، حتى لو كان عندي شغل ضروري، ليش أخاف على عائلتي؟ قبل لا تفرق بدعش 12 بالوحدة بثنتين، شو وقت ما أوصل
مو الولاء. فهسه خلوا الخوف بداخلنا، خلونا كل واحد يعيش بنفسه، فهم عليه؟ يعني كل واحد مثل ما يقول عايش بحريته برعب، يعني اخاف اطلع منها خاف الفجر، اخاف اطلع عائلتي خاف يصير الفجار، يعني ما خلونا امن، يعني ما خلونا امان. واترجى من الحكومه ان تشكوا بي عده سلاح تاخذه من يمه، لو شكل رسمي، لو مثلا يستعمل مثلا كلش مثل ما يقول صار حرب او كذا الله يستعمله. والله هو شيء يراد وما يراد، شيء يراد وما يراد. مرات نقول لازم نجيب الحزب نخاف من الحكومه، لازم نجيب الحكومه نخاف من الحزب، فهي ما تعرف، الا ما تحكي الا ما تشتكي ما تعرف. نعم حبيبي حبيبي تاج راس حبيبي. ما يقدر ياخذ راحته من يطلع هسه، يعني قبل يوم يمكن صارت احداث بشارع فلسطين وكنا سمعنا بيها، يعني هواي ناس تجبد البيت وقعدت بالبيت، يعني ما قامت تطلع بعد اصلا. طبعا اكيد تاثر، يعني انا من الناس كنت طالع بطريق، يعني حاولت اغير طريقي بكل الطرق على مدى ما اوصل من ذيك الجهه. والله شو وقت ما تنتهي الاحزاب الدينيه بشكل عام، الاحزاب الدينيه بالتحديد، ينتهي مسلسل الرعب والخوف، لان هي احزاب دينيه لا دينيه يعني. طبعا شكل الخطوره كلش عالي، يعني انت ما تدري على غفله، يعني اذا تشوف تصير مواجهات بين مناطق معينه ما تدري منين تطلع لك الاسلحه، يعني اكو ناس حتى عندها قاذفات واشكال والوان، يعني هاي تصير ونشوفها بهواي مناطق تصير بين فتره وفتره، يعني موجوده بكثره، يعني 100% 100%. هو المواطن طبعا هم له يد، المواطن مدعوم من احزاب معينه، بس المواطن هم يعني المواطن لو ما عنده دافع اجرامي ما كان صار، صح لو لا؟ بس اذا هو مواطن مثقف وواعي اكيد ما راح يقتني هاي الاسلحه، شو يسوي بيها؟ لان هو صح لو لا؟ وضع اليوم جاي اشوفه، يعني حسب نظرتي تعبان، يعني جاي اشوفه بنظرتي وضع تعبان لان كثره البطاله كلش من ناحيه، جاي اشوفها أنا بالنسبة لي كسائق تاكسي أطلع أفتر ماكو شغل، أفر اليوم كله وإن ما أخلص الفرع البنزين وأرجع للبيت. والله أكيد هي أثرت، بس أكو ناس يعني ما تهتم، متعودت على هيش وضع، يعني هي جين بين يوم ويوم جاي يصير هواي دقات، تعودنا على هيش أشياء. والله ما أقدر أقول لك تشكل خطورة لو لا، بس بعد هي أكو هواي نفسيات ضعيفة إنه جاي تسوي هيش وضع. والله الوضع يعني حاليا صح وشويه يعني متوتر وعدم استقرار، وضع العراق بسرعه ما مستقر، بس احنا نقول بلكي يعني الحكومه الشيء جاي ان شاء الله تشكل ويصير، يعني اكيد تاثر، يعني المفروض من الحكومه تحتوي هاي المؤسسه او تحولها لمؤسسات تابعه للدوله، هاي الاحزاب ما احزاب تضرب المجتمع، تاثير واضح على المجتمع، يعني هاي الشباب تنتمي لهيك الشغلات هيك مجموعات، مفروض من الحكومة تسحب هذا، تحتويهم تحول مؤسسات حكومية، هو الحل الوحيد هذا، دولة مؤسسات. احنا شفنا بالفترة الأخيرة شفنا انفجارات مخازين، وشفنا ذاك اليوم شارع فلسطين هم أحزاب مسلحة واشتباكات مع القوات الأمنية، طبعا هذا شيء مرفوض، يعني ما يصير، يعني على أساس أحزاب أو ميليشيات تشتبك ويا دولة دولته، مهما كان المسمى مال هاي الجهات، سواء كانت مجاهدة أو كذا، تبقى الدولة هي الأول، الدولة هي الحل الوحيد للعراق، دولة مؤسسات. وش المواطن كليته يعني ترجع على الدولة، زين يعني أنت إذا الدولة توفر لك اللي أنت تحتاجه زين، مو كل شيء توفر لك يا خلي نسبة ضئيلة 35%، زين انت ما راح يأثر عليك اي شيء، اي ازمة مالية او اي ازمة اقتصادية انت ما راح يتأثر عليك، ليش؟ مو موفري لك جزء كلش بسيط، زين بس انت حاليا يعني اي شيء مو موفري لك، زين اي مواطن اساسي اللي مو موفري للي يحتاجه، زين 5% من اللي يحتاجه ما حد موفر له اياه،
زين فتنعكس سلبية على المواطن. اشتباكات اين هي؟ اول شيء نفوذ يعني الميليشيات او غيرها او ما احتراماتي لهم. زين مامين عالم قاتلت وسوت وحررت زين، بس هذا يعني مسمى دولي زين ميليشيات زين. فانت الدوله من يصيرون تحت تصرف القانون والدوله زين ما راح يصير هيك نزاعات ويروحون بها ابرياء وغير عالم زين. وثاني شيء يعني نفس الحادثه يجوز يوم من الايام تصير همين بشارع فلسطين اللي هي حادثه مجمع الليث مال الكراده، وهم تنكب وتصير هواي يعني مشاكل ويروحون هواي شهداء زين. هذول برقبه من هاي العالم زين. زين انت ليش يعني من السوم ميليشيات هواي ليش ما تسيطر عليهم؟ ليش ما تخليهم تحت قانون تحت سقف واحد وكلية تتصرف وكلية تحكم واحد يحكم؟ ايه اي طبعا شكو شيء يصير. هاي العبوه يعني مثل ما يقولون العبوه هي صارت هاي تقريزه حب زين، العبوه والسياره وغيره زين. صح لو مو صح؟ اذا طق عبوه عادي عندنا نمشي ونغلس. ما ينتهي انا بنظري ما ينتهي، تنتهي بحاله واحده اذا ايران تشيل ايدها. كل الدول تشيل ايدها ويلزمك واحد شريف زين يقود بلد قياده صحيحه. ذاك الوقت كل شيء انتهي زين. حبيبي اهلا وسهلا بكم قلب. والله الى الأسوأ صراحه، الى الأسوأ يعني ماكو امن، ماكو امن ببغداد خاصه ببغداد. تأثر يعني تخليه قاعد بالبيت وساكت، لا يطلع لا يطوب، يخاف لا يطلع لا ويا عائلته لا ويا بحده لا ويا اصدقائه، فهي تأثر عليه سلبيا وحتى على مستقبله تأثر، حالته النفسيه ما تستقر. ينتهي من تظهر دوله بيها خير، مع احترامات يعني هذا الالفاظ، لازم دوله بيها خير تطلع دوله تراعي الشباب. لازم اول شيء تحدد لهم مصرف، الطلاب لازم مصرف، المبطل لازم إلى شغل وهكذا. هي هيك تصير. لازم اذا ما تراعي الشباب هسه حاليا ما تتقدم، ما تتقدم. الله يسلمك تدوى القلب. والله الوضعية حاليا متدهورة بسبب يعني اكو بعض العالم اللي داخلة على الدولة، وبعض العالم جاي يشيد سلاح، وهي مو يعني مو اسم للدولة. وذا الحد ذاك من شارع فلسطين هم صار، هم العالم دخيل على القانون سميه. طبعا يأثر على الحكم. العالم ظل قاعدة تتخوف، والعالم تقول ما توصل لهاي المنطقة، والعالم ظل تنتقد، واحنا نخلي الهم بالدولة مالتنا. الدولة مالتنا ما مسيطرة على الوضعية حاليا. لو تسحب السلاح من جهة من جميع اللي عشان يستح الميدعي بالدولة وتحصرين من السلاح، يعني من الدولة تحصل السلاح أفضل، يعني أفضل حتى لا يصير بعد مداخلات بين الدولة وبين يعني بعض الناس. طبعا شكل خطورة على المواطن شيء أكيد، واللي دي يصير بينا إحنا كل أحداث كلها داخلة على المواطن، كلها تأثر حتى على نفسية المواطن، والوضعية تعوانا حاليا. والله ينتهي يعني وإن شاء الله خير، بس يعني أتصور من سياسين السياسة الدولة تصير صحيحة أكيد المواطن راح يعيش بأمان. والله إن شاء الله إحنا ندعي لهالبلد هذا، يعني هواي تأذينا هواي عانى لهالبلد هذا، وإن شاء الله نقول يا رحمة ربك يعني كبيرة وواسعة. زين إن شاء الله إن شاء الله يعني الأمن والأمان كيف إحنا والله شريت حبيبي أنا وسهلا. شنو المشكلة؟ إنه ما تعرف منو اللي السبب أو المسبب لهاي الأشياء، يعني ماكو تحقيق يظهر
شنو الوضعية اللي صارت، عرفتي شلون؟ اي ولا راح يصير ولا يصير. شو وقت يستتب بالامن؟ ما يصير الامان، وين الامان؟ عد من تلقي الامان، صح لو لا؟ احيانا الاشياء اللي مو حلوه بدها تصير، مثلا ناس يعني تعتدي على ناس، مثلا انه يجون هاي مال يسموها يدقوه ما اعرف ايش من هالسوالف هذه عشائريا، هاي المفروض يعني تنتهي. يعني عيب، احنا وصلنا للقرن 21 واحنا بهالوضعيه وبهالعقليه هاي، يعني المفروض يعني اللي يحكم البلد القانون، مو صحيح؟ مو يحكمك العشائر والاعراف، اكو قانون، عندك حق يم الشخص تروح تاخذه عن طريق القانون، مو تجي تتهجم عليه وعلى اقاربه وعلى عشيرته وناس تروح على اسباب يعني ممكن تكون احيانا كلش تافهه، يعني يروحون بها شباب ورياجيل وتنهي يعني تتهدم بيوت بكامله من وراء هالوضعيه. والله متى ما استتب الامن وحكمه اللي دا يحكمون بالحكم يعرفون انه يعني انتمائهم لهذا الوطن اهم من انتماءاتهم للخارج، ويكون لهم يعني شلون انه يحب هذا البلد اكثر من حبه النفسه والماده اللي دا ياخذها حتى لا يهجم بلده. انت شلون تبني بلدك لما تكون حريص عليه وتبنيه من صدق، تبنيه مو انت تطلع فلوسك تبني غير بلدان، تشتري شاليهات وتبني مولات بخارج العراق، مو تشتري سعفة وأشكال بدول فطبعاً انت هذول الدول أساساً انت لما انت تبني عندهم وفلوسك دا تحولها يمهم، فطبعاً ما يردك حتى هاي الدول راح تساهم بالإرهاب وتأذي البلد، صح لو لا؟ مو؟ والله مو يعني مو تمام، بالذات يعني انت دا تشوف يعني الاشياء جاي تصير، يعني هاي الاحداث الاخيره سمعت بها ابسط شيء قبل ايام الخروقات صارت يعني ويا الشرطه، وشفتوا يعني التعدي صار عليهم، يعني هاي الميليشيات والاحزاب يعني هسه هي جاي تحكم، اي دور للدوله ماكو، يعني الدوله لازم تضع حد لهذا الشيء، يعني لازم الدولة يعني لازم يكون لها موقف يعني بخصوص هذا الشيء، يعني العالم ما مأمنة هسه جاي تطلع عبارة عن ميليشيات تحكم، وين الدولة وين القانون؟ يعني واحد ما مأمن على نفسه ما يعرف، يعني ياها تحكي ياها يهددك بجهة معنية أو حزب تابع زين، يعني الدولة وين دورها؟ يعني ما تقدر انت اي شيء تسوي، يعني الله ساتر هاي الناس. اكثر شيء بعد الانتخابات يعني صارت هاي الاحداث، كانت العالم امنه تطلع، بس من صارت بعد الانتخابات عالم قام تخاف، صارت بعض الانفجارات. يعني بس اكثر اذا ما عندك حزب ما لك، يعني اي عندك حزب تمشي، طبعا لها تاثير، يعني المواطن لا ياخذ راحته، لا يامن يطلع، لا يامن على اهله بالبيت، يعني لازم الحكومة يعني يكون لها موقف بخصوص هذا الشيء وتوقف، أو يعني تسحب السلاح من هاي الميليشيات، يعني لازم الحكومة يكون لها دور. والله من نخلص من هاي العصابات والحكومة، هي من الحكومة يكون لها دور وتوقف، هي الحكومة موجودة ويعني موجود الجيش، بس يا أخي يعني هسه اليوم بهذا اليوم الأحزاب هي حكومها أقوى، يعني نفوذها أقوى، يعني أقوى من الدولة. أبسط شيء مثلا يصير عندك معاملة أو شيء يقول لك مثلا لا ما عندك حزب أو ما تنتمي لأي شيء روح لا تجيني بعد، يعني يريد منك أي شيء. هاي الشغلة مال العشائر، يعني هسه العشائر هم أنا يعني هاي شغله خلينا نقولها بالعاميه، هذا الدق العشائر هاي مشكله صارت، واجا ما عرفك احد بالمنطقه، البيت بصفه بمريض باحد بناس مستطرقه، يعني ما يخلون هذا الاعتبار ببالهم، يعني هاي العشائر هم يعني نقطه ننوه عليها. يعني
ظهرت في الآونة الأخيرة طور ميليشيات بيد الجماعة الرجال خارج نطاق الدولة، فالدولة هسه من هسه صاعدة بدت أو قبل يوم ثلاثة بدت تشاعر فلسطين، وهسه بدت بالمدينة الصدر، والكتل السياسية تفقد فيما بينها أنه إن شاء الله بعد هذا العيد إن شاء الله سيقوم بحمل نزع الأسلاح من بعض المناطق. بس وهذا الوضع يعني هم يأثر على مستوى الشعب. هذا الحادث يعني شوية الدولة كانت مطيتهم مجال، بس هسه الدولة شوية ضبطت أمورها، سمعت فيها الكتل وقامت بتبليغه وسوف يتم إلقاء القبض. هي شو اللي حاصل الأمين؟ كان سيارة مسروقة لزموه بالسيطرة النجدة، خابر على جماعته صار تهديد سلاح جرحى. اي هو ما يهدد لم يصير خوف، يعني هسه اذا واحد ضرب طلقه ببابك ما تخاف تسد الباب الطب، بس احنا مو زي قاعد نطب ونجي. فاحنا نسال الله سبحانه وتعالى من الخير والسلام على هذا البلد. وانا العراق شفنا كثير، ان شاء الله بجهودكم انتم الصحافه توصلون صوتنا، نطلب من اخواننا الذين يحملوا السلاح بنزع السلاح باسم الدوله. بعد ما تسوى الحروب بذلتنا تقرا اللي ورا، شوف هاي تركيا كل جماعتها اردوغان لعب بها لعب، فاحنا للنفوض والشغلات كل شيء موجود. فانا اشكرك على هذا اللقاء حبيبي، الله ينسك. عندنا حادثه صارت قبل يومين بشارع فلسطين، ما اعرف تعرضها جماعات من قبل جماعات للدوله. الدولة يعني ما أعرف الوضع الأمني، يعني المواطن العراقي عندما يخرج إلى الشارع ما مأمن على نفسه، ما مأمن على عائلته حتى يأخذ العائلة يرفهم مكان معين مكان حلو. يعني لازم تكون الدولة شوي متماسكة فيما بعضها وتكون قوية، ولازم تكون جذور الدولة قوية حتى تكون حكومة حقيقية في الوضع الأمني. هو هذا أكيد يشكل خطر، يعني عندما تكون إحنا نحب نكون نتمنى أن نكون تكون دولة واحدة، تكون يد واحدة، حتى المواطن العراقي عندما يخرج إلى الشارع مطمئن على نفسه على عائلته على كل شيء. هذا له تأثير سلبي، تأثير قوي له أكيد. يعني نحاول أنه السلاح نسلمه للدولة حتى نحفظ الأمان في المناطق الشعبية في المناطق العامة، نكون مطمئنين على أنفسنا، فهذا شيء سلبي يعني لا يجوز. عندما تكون الدولة متماسكة جدا، عندما تكون حكومة حقيقية واحدة متماسكة فيما بعضها، تكون الوضع الأمني جيد جدا. شكرا لك حبيبي، أهلا وسهلا يا عم. هذا ما هو هذا الوضع، هذا الوضع هي الناس اللي قائمة على الدولة، رجالات اللي قائمة على الدولة هي تريد توصل الناس لهالمرحلة هاي حتى تبقى بمآربها الأخرى، فهم يتحملون، هم يتحملون التأثير سلبي. وإذا تريد أنت ترجع مثلا للناس اللي حاملة السلاح خارج الدولة، كلهم كل رجل سياسة عنده تبعية وراه حاملة سلاح، فهم يتحملونها. وهذا الشيء غلط، لان هو اول شيء امشي اول شيء نزع السلاح من المدني، هذا الشيء واضح لازم، بس العسكري، والعسكري وقت دوامه طبعا لازم يتعاقب اذا شال السلاح اثناء المدني اثناء شغله وغير عمله. وهذا الشيء يبدي من قوه الحكومه طبعا، الحكومه ضعيفه وسيطر عليها احزاب وغير دول، هي نقول موسع نفوذها داخل بغداد وداخل العراق بشكل عام. الخوف والرعب، الخوف والرعب هي اول شيء صوشنا، لان احنا نمجد دائما نقول السياسي او الديني دائما مجد، فمن مجده اكو جماعه هواي يميلون اليه يسوون مثل يعني عباك الهه، يعني لا تقدر تحكي عليه، لا تقدر تنتقده، لا تقدر شو اسمه. فبهذه الاثناء تصير عنده مثلا حشد او نقول مثلا جمهور عريق من خلال قوته، من خلال هذا المواطن يعني ما يقدر يتكلم وما يقدر يعبر عن رأيه.